كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز مساء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين برئاسة النقيب الصحفيين السيد أحمد سالم ولي المختار السالم. وأشرت المقابلة بحضور السيد محمد يحيى الحرمة وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان. وفي أعقاب اللقاء أدلى نقيب الصحفيين الموريتانيين السيد أحمد سالم ولي المختار بتصريح للتلفزة الموريتانية جاء فيه: كان لنا الشرف بأن استقبلنا رئيس الجمهورية هذا الصباح في القصر الرئاسي، وكما تعلمون عندما يكون هنالك لنقابة شرف في لقاء رئيس الجمهورية من الطبيعي على أنها ستقدم له عريضة مطلبية، وهي المناسبة التي قدمنا له هذه العريضة المطلبية. وهذه العريضة المطلبية كانت فيها قضايا تتعلق بالصحافة الخصوصية، وقضايا تتعلق بالصحافة العمومية، وقضايا تتعلق بشكل عام بنقابة الصحفيين. وكما قلت للسيد الرئيس، سنة 2009 استقبلنا الرئيس وقدمنا له عريضة مطلبية، وهذه العريضة المطلبية تم التجاوب معها بنسبة 70%، واليوم قلت له أن قدموا له عريضة مطلبية جديدة، وأملنا كبير بناء على ذلك على أنه سيتم التجاوب معها إن لم يكن 100% ف90%. وكان النقاش حول هذه القضايا الواردة في العريضة المطلبية كان مفصلا وكان بناء وكان واضحا، والرئيس استمع إلينا بجدية وقدم لنا وجهة نظره أيضا في القضايا التي تناقشنا حولها، وأشكركم.